مشاهدينا أينما كنتم أهلا بكم إلى متابعة نشرتنا الإخبارية وهذه عناوينها. المرأة التونسية في عيدها الوطني جهد متواصل لتحقيق الذات وتدعيم المكاسب. نجاح طبي جديد يعيد لامرأة تونسية يدها المبتورة. واختتام مهرجاني صفاقس وقفص دوليين بعروض فنية ومسرحية ناجحة جماهيريا. نستهل نشرتنا اليوم بالنجاحات النسائية التونسية، إذ تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة، مناسبة من المنتظر أن يتم الإعلان خلالها عن قرارات مهمة تتعلق بتطوير مكاسب المرأة. تحتفي المرأة التونسية اليوم بعيدها وتحتفل بمكاسب حققتها على امتداد أكثر من نصف قرن من النضال، مكاسب بدأت بمجلة الأحوال الشخصية التي اعتبرت قاعدة وضمانة أساسية أتاحت للمرأة أن تنتزع مكانا لها في جميع الميادين. فمنذ الاستقلال تم إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي جاءت بحقوق أساسية للعائلة وغيرت وضع المرأة بإلغاء مظاهر التمييز المسلط عليها. وتواصل المرأة التونسية اليوم معركتها للمحافظة على مكتسباتها التي تناضل من أجلها، فالقفزة النوعية التي حققتها لا تخفي حسب العديد من الباحثين الأخطار التي تتهددها، فترسانة التشريعات التي تخص المرأة قد تظل بين الرفوف ما لم تصاحبها ثورة على التصورات السائدة. وتشهد العديد من المدن التونسية مسيرات احتفالية بهذه المناسبة للتأكيد على تمسك المرأة بمكتسباتها وحقوقها والدعوة إلى المزيد من التناصف في مختلف المسؤوليات المهنية والحزبية. ومن المنتظر أن يعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم عن جملة من القرارات الجديدة التي تهم تطوير مكاسب المرأة من أجل التوصل إلى تكريس المكاسب الأساسية في الدستور، سيما تلك المتعلقة منها بالمساواة بين المرأة والرجل وضمان التكافؤ بينهما في جميع الفرص وفي مختلف مجالات الحياة. هذا وتولى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم بقصر قرطاج بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة منح وسام الجمهورية لثلة من النساء المتميزات في مجال نشاطهن. وأفاد بلاغ صادر اليوم عن دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية أن منح الوسام لعدد من النساء يمثل تكريما للمرأة التونسية لما برهنت عليه من كفاءة واقتدار وإسهام حيوي في ميادين العمل والنضال وترسيخ المثل العليا للنظام الجمهورية الديمقراطية. وبمناسبة عيد المرأة نسلط في نشرتنا الضوء على قصص النجاح النسائية، ولنا مثال في ذلك. الباحثة ألفة حامدي وهي شابة تونسية مختصة في دراسة المشاريع الكبرى التي تميزت وأثبتت نجاحها في الولايات المتحدة الأمريكية رغم صغر سنها. هي لحظات نجاح لا تنسى في ذاكرة الباحثة ألفة حامدي، مزيج من المشاعر تجتاحها في لحظات عود على بدء. هي المتميزة في دراسة المشاريع الكبرى تثبت كل يوم نجاحها في الولايات المتحدة الأمريكية. هي الشابة التونسية، هي التي تحتفي في عيدها بالمرأة التونسية المتميزة. طريقة جديدة في إدارة المشاريع الكبرى مستعملة في الأكثر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، خدمت عليها وكتبت عليها، وهي الآن يعني في طور الاستعمال من أكبر الشركات الكبرى في القطاع المناجم، في قطاع البترول والغاز، وفي القطاعات اللي فيها مشاريع كبرى يعني ذات ميزانية كبيرة. الباحثة ألفة حامدي تتحدث عن المكاسب التي حققتها المرأة التونسية في جميع المجالات. الواقع في المجال العملي ما يتطبقش مع النجاحات اللي حققتها المرأة التونسية في المجال التعليمي ومجال الأكاديمي. ناخذ مثال، الأرقام هي خير دليل على ذلك. ناخذ في القطاع العام مثال، أقل من 1% يعني 0.7% من المناصب القيادية فقط هي يعني تشغلها نساء. هذه الباحثة الشابة تختزل عشقها للوطن في إثبات ذاتها وتحقيق نجاحات أخرى، وتنظر إلى تونس مشروعا للإصلاح. القيمة الإضافية اللي قاعدين نزيدوا فيها لبلادنا تنحصر في إعادة توزيع للثروات اللي موجودة عندنا. فماذا بيا أن كمجموعة وطنية نخموا هل شنية طرق خلق ثروة جديدة، وكيفاش نوظفوا المشاريع باش نخلقوا قيمة مضافة وقيمة إضافية للبلاد.
اختارت الباحثة ألفة حمدي أن تودع عرض الوطن بأحلام لا تعرف حدودا. أفق التغيير والإصلاح عندها ينبع من كفاءات هذا الوطن نساء ورجالا. الشهادات الحية على نجاح المرأة التونسية بامتياز في عديد المجالات تتكرر وتتعدد في كل مرة. واليوم التقت كاميرا الأخبار بشابة تونسية من جرجيس تعمل في مجال الصيد البحري الذي لم يعد هذا القطاع حكرا على الرجال فقط. نورهان شابة تبلغ من العمر 25 عاما، هي أول امرأة تدخل قطاع الصيد البحري بجرجيس. تحدت كل الصعاب فأشعت بنورها على البحر لتصبح هي والبحر صديقان. أعطته قريبها فحتما هو سيعطيها الأسماك يوما. تغرمت بها في قطاع الصيد البحري، وبطبيعتي نحب البرود ونحب الأجواء هكي. دخلت جديدة في دومين قطاع الصيد البحري، تحصلت على رخصة صنع مركب مدة 4 سنوات، وللأسف تعطلت برشا، تعطلت من عند التمويل، لقيت شكون يمولني. كان العام هذا عملت بالتمويل الخاص. قطاع الصيد البحري قطاع صعب وهو حكر على الرجال، صورة أرادت أن تغيرها نورهان. أي حاجة باش تخدمها يلزمك تحبها، يلزمك تتغرمي بها، يلزمك تعطي ما عندك. هذه الشابة لقيت التشجيع من عائلتها ورحب بها بحارة ميناء جرجيس. خافوش يعني، أنا في قرقنا يخدموا، أنا في الجدارية يخدموا، مو يعاونوا على الوقت، الدنيا رزينة. أول مرة في جرجيس بس تدخل الميدان هذا، أما تحب التشجيعات. انضمام نورهان إلى قطاع الصيد البحري كان برغبة كبيرة وبطموح قوية، طموح تتمنى أن يكتمل بمساعدة الأطراف المتداخلة في إتمام تجهيز قريبها حتى تستطيع الإبحار في أعماق البحر. المرأة التونسية الكادحة أحيانا ما تكون عرضة لحادث شغل يعوقها. سنيا ظاهري مواطنة من سيدي بوزيد تعمل بأحدى مصانع الخياطة بجهة الساحل، تعرضت لحادث شغل فبترت يدها، لكن بفضل الخبرات الطبية التونسية بأحدى المصحات بالمنستير تم إرجاع يدها المبتورة لتعود إلى سالف نشاطها. نجاح طبي جديد ينضاف إلى السجل الحافل لكفاءتنا الطبية التونسية، يتمثل في إعادة زرع يد بترت على إثر حادث شغل. عملية جراحية متعددة الاختصاصات تواصلت على مدى 10 ساعات بإحدى المصحات بالمنستير، أرجعت لسونيا الظاهري الأمل في حياة عادية من جديد. نهار الأربعاء 8 أفريل، ما 8 متاع الصباح جيت نخدم كالعادة. عيط لي الشيف متاعي باش نخدم الماكينة، خاطرها إرجونس باش نلانسو الماكينات، نلانسي الماكينة في ساعة على أساس أنا باش نوقف الماكينة. لقيتها تمشي، ودي وقتها هي خاطفت لي إيدي ما سروال وبقت تدو. سييها زوني للسبيتار ديريكت، هما ما عطوش فيها أمل باش ترجع ديريكت، قالوا لي باش تقصها. مي الحمد لله كي جيت لهنا طب بروفيسيونيل وكل وقفوا معايا، والحمد لله كي فرجعوا لي إيدي. إعادة زراعة اليد المبتورة تضافرت فيها جهود خبرات طبية تونسية في مجال جراحة القلب والشرايين والعظام والأعصاب والرئب. أول حاجة بدينا مع الدكتور مراد شعبوني، اللي رجعنا العظام في المكان نتاعو هو، وعمل ستابيليزاسيون، ركحنا العظام نتاع اليد هذيك. ثاني حاجة دخل دكتور سينان مليكة اللي قام مش رجعنا الأوعية الدموية، وفي المرحلة الثالثة دخلت أنا مش نكون أنا مش نغطيت العمل اللي متحمه هما، رجعنا ليتوندون، خليتنا ليتوندون وخليتنا لينير الأعصاب اللي بشيش يرجعوا الحركية اليد. احنا في جراحة الشرايين فات هي أهم، معناها سين إتاب امبورتونت، رجعنا لها العروق أختير إيفين باش اليد رجعت تتغذى بالدم. بعد 4 أشهر من العملية الجراحية تأكد نجاحها بالكامل بعدما عادت الحركة والإحساس ليدي سونيا المبتورة. النتيجة نتاعها اليوم أكثر من مقبولة، خاطر تشوف أنت الحاسة نتاعها هي في اليد، الحماية اليد يعني موجودة، تو المريضة بيضها تحس هنا في الصوابع نتاعها. اليد معمولة زوز حاجات، لازم تقعد حية ولازم ترجع فيها الوظيفة. الوظيفة توا ذي مش نزيدوا نقيموها، وبعد يمكن مدة قصيرة أخرى نزيدوا نحسنوها، يمكن تدخل جراحي آخر. امرأة تونسية في عيدها تعانق لحظات الإحساس والحركة ليدها المبتورة بفضل الكفاءات الطبية التونسية. ولاية تطاوين أيضا تحتفي اليوم بنسائها المبدعات في مجال الصناعات التقليدية من خلال فتح معرض يضم منتجاتهن، تكريما لجهودهن في دفع التنمية بالجهة والتعريف بموروثها.
معرض للصناعات التقليدية التي تبرز مخزون الجهة وتميزها في هذا المجال. أبرز فقرات الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة بولاية تطاوين التي تستمر في البحث عن مكانتها الحقيقية ومساهمتها الفعلية في نواحي الحياة المختلفة. احتفاء أولا بالمرأة بعيدها في عيدها الوطني، احتفاء بكل المبدعات في ولاية تطاوين باعتبار أن شعار هذه السنة شعار الاحتفالات هو تونسية مبدعة. كريم اليوم يشمل العديد والعديد من المرأة في الجهة واللي هم الحقيقة يتميزوا فعلا يسحقوا هذا التكريم ويتميزوا بالأنشطة بوجودهم في النشاط داخل الولاية وداخل المنظمة. في هذه التظاهرة الاحتفالية أيضا تكريم لعدد من النساء المتألقات في عدد من القطاعات في الحرف والصنائع التقليدية ورياضة الأطفال والرياضة النسائية. يلزمنا نتجاوزوا برشا نقائص في ولاية تطاوين خاصة للمرأة في حضورها في الجمعيات في المجتمع الاجتماعات النسائية. احنا نطالبوا بالتناصر، ناقصين برشا دعم. الحمد لله احنا العمل نتاعنا معناتها المبدا نتاعنا العمل ثم العمل برغم الصعوبات الجمة اللي في الجنوب الشرقي خاصة في اخر نقطة في الجمهورية ولاية تطاوين. الحمد لله برهنا لان العمل ثم العمل يجي نتائج. احتفال ومعرض وتكريم ودعوة كذلك من النساء الناشطات بالفكر والسعادة إلى إيجاد حلول فعلية لمشاغلهن المتعددة. في موضوع آخر، تتفاوت نسب الإقبال على المحلات التجارية بولاية المنستير خلال موسم التخفيضات، حيث يجد البعض ظلتهم في البضائع والأسعار المعروضة، فيما يشتكي آخرون من ثقل ميزانية الصيف وكثرة مصاريفه. هي وجهت بعض المحلات التجارية بمدينة المنستير أيام قليلة بعد انطلاق موسم التخفيضات، محلات تفتح أبوابها للحرفاء علهم يقطنون ما تيسر لهم من بضائع. فما ساعات أسعار عالي ساعات فما أسعار باهي، معناتها صفا باهي. والله زي سنين نسقنا الخرجة نتاعنا مع سولد في نفس الفترة، معناها خرجة الصيف ولا لا فيها وعليها فيها وعليها. فما اللي صفا بالحق حسب المتناول شوي، فما تحس فما سولد الحق. كما يرى البعض أن توقيت موسم التخفيضات الذي يتزامن مع ذروة المصاريف في فصل الصيف واستعداد العائلات للعودة المدرسية قد يثقل ميزانية المواطن. مازال كنا في فترة رمضان وفترة عيد ماذا بينا أكثر تخفيضات بلستو جاي سيزون تاع القراية محل الصيف، معناها ما خلاش لنا من الميزانية، بقينا ديما في البروغرام نتاعي نخلي شوي الميزانية للرونتري. إقبال المواطنين على المحلات وصفه بعض التجار بالمحتشم فيما اعتبره آخرون جيدا. الإقبال كان كبير على موسم التخفيض الصيفي بالنسبة لمغازة الملابس الجاهزة، والتخفيض لحد الآن وصل أقل من 60%. أنا الإقبال مش كما عام ناول، معناها السنة طايحة ياسر على عام ناول. تلقات الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير 54 مطلب للمشاركة، يعني عدد نقاط البيع المشاركة هي 74 نقطة بيع. الكميات نتاع المنتوجات المزمع المشاركة بها في موسم التخفيضات بولاية المنستير تقريبا في حدود 25,000 قطعة. قامت فرق المراقبة الاقتصادية يعني بزيارات ميدانية لنقاط البيع هذه، وتم رفع مخالفات في حدود يعني 7 مخالفات تعلقت بعدم التصريح إيداع تصريح في المشاركة في البيع بالتخفيض الموسمي، إلى جانب يعني فما مخالفات تعلقت بعدم اعتماد تأشير ثنائي في البيع بالتخفيض. وبين مطرقة ضعف المقدرة الشرائية وسندان ضرورة اقتناء مستلزمات الحياة اليومية، يتأرجح المواطن بين الإقبال أو العزوف على أمل أن تنخفض أكثر الأسعار خلال الأيام القادمة. في تطورات الملف التربوي، حملت اليوم نقابة العام للتعليم الثانوي وزارة التربية مسؤولياتها عما سيترتب عن ما أسمته القرارات الارتجالية المسقطة التي أعلن عنها مؤخرا بصورة انفرادية، وتتعلق هذه القرارات وفق بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة بإصلاح المنظومة التربوية والاقتطاع الجائر من مرتبات المضربين عن العمل والإعفاءات التي طالت عديد المكلفين بخطط وظيفية في كثير من الجهات على خلفية ممارسة الحق النقابي. وقالت النقابة إن مثل هذه القرارات لن تسهم إلا في توفير المناخ الاجتماعي وإرباك حسن سير افتتاح السنة الدراسية المقبلة 15 و2016 و2000.
ثقافيا الآن حوار مفتوح ضم مثقفي ولاية قفصة تطرق إلى إصلاح المنظومة الثقافية عموما وكيفية تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجه الممارسين للنشاط الثقافي على وجه الخصوص. الاستماع إلى مشاغل مثقفي جهة قفصة وإلى رؤيتهم لإصلاح الشأن الثقافي جهويا ووطنيا مثل محور لقاء مواطني جمع لطيفة الأخضر وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث بنخبة من مثقفي قفصة في حوار مفتوح عبر خلاله المتدخلون عن صعوبات متعددة تعرقل ممارستهم للشأن الثقافي. ثم مشكلة حقيقية هي مشكلة وزارة الثقافة من حيث الميزانية، لأن ميزانيتها ضعيفة، وإذا ميزانيتها ضعيفة ما تنجمش ترصد المال الكافي لي يعني إنجاز الأنشطة الثقافية. التراث اللي هو يشهد مشاكل كبيرة ياسر، يشهد تغييب خاصة في المناطق الداخلية. ثم جمعيات نتاع صيانة المدن تعمل في مجهود كبير ياسر للمحافظة على التراث هذا، لكن احنا نحبوا شراكة مباشرة وفعلا من وزارة الثقافة. التمييز الإيجابي لفائدة المدن الداخلية في دعم الأنشطة والتظاهرات الثقافية والبحث في إمكانية الترفيع في ميزانية وزارة الثقافة التي خيبت أمال وانتظارات المثقفين نقاط ثمنتها وزيرة الثقافة وأكدت على أهميتها. كل قضايا هامة جدا تنم على التميز النخبة المثقفة في قفصة، وأيضا في نفس الوقت تنم على أن النخبة هذه تحمل هواجس المنطقة متاعها. هو تبادل آراء، احنا طول كنا في الصف الأول كما المسؤول كما المواطن العادي، كنا في نفس الصف بالنسبة للمسؤوليات. زيارة وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث إلى ولاية قفصة تأتي بعد غياب أي مسؤول ثقافي وطني عن زيارة الجهة لمدة فقط 5 سنوات، وتطرح أكثر من سؤال عن تغييب الجهة ثقافيا رغم ما تزخر به من كفاءات ومن إرث ثقافي وحضاري تعود جذوره إلى الحضارة القبصية. فقدت الساحة الفنية والثقافية التونسية منتصف نهار اليوم أحد وجوهها المسرحية والتلفزية مونيا الورتاني عن سن يناهز 51 سنة بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما أكدته شقيقتها مفيدة الورتاني لوسائل الإعلام. وشيع جثمان الفقيدة بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة سيدي جبال بأريانا. تغمد الله الفقيدة برحمته الواسعة ورزق أهلها وذويها والأسرة الثقافية جميل الصبر والسلوك. أسدل الستار على الدورة 36 لمهرجان قفصة الدولي من خلال عرض مسرحي بعنوان السوس، دورة وإن استحسنها مواكبوها إلا أنها لاقت بعض الصعوبات. بآخر إنتاجات مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة مسرحية سوس، أسدل الستار على الدورة 36 لمهرجان قفصة الدولي، دورة وإن لاقت استحسان الجمهور المواكب لهذه التظاهرة لم تحجب بعض الصعوبات التي واجهت الهيئة المديرة للمهرجان وأدت إلى إلغاء بعض العروض المبرمجة. هو المال قوام الأعمال، إذا كان نجم يدعم المهرجان هذه لأن عروضنا كلها ديفيسيتان ما تغطيش العروض. رسائل مباشرة للشباب خاصة وللمواطن بصفة عامة للمحافظة على أمن البلاد واستقرارها من شتى مظاهر الفساد والتطرف والإرهاب، ذلك ما حاول عرسوس تمريره للجمهور الغفير المواكب لهذه التظاهرة التي امتزجت فيها مختلف عناصر الفرجة. والحقيقة في البداية وقت شفت العنوان قلت سوس زعما شو يقصدوا به، ولكن كي شفت العرض فهمت اللي هو في صلب الموضوع، هذا هو سوس اللي يلزم نتحدث حرّوا منه ويلزم ناخذ احتياطاتنا منه ويلزم نتجاوزه خاصة. وأظن بأن في العرض هذا هناك رسالة للتجاوز أيضا. يا تونسي راي بلادك ما تتعبهاش، يا تونسي بلادك ما تفشلهاش، خليها تبني على روحها من جديد، هي قد ما سرقوها ولا قد ما عملوا فيها ما يسالش، ما نزيدوش عليها. عروض متنوعة بين المسرح والموسيقى والسينما روحت بين المحلية والدولية. أسست الدورة 36 لمهرجان قفصة الدولي دورة لاقت استحسان جماهير قفصة ويسعى منظموها إلى تجويدها في قادم الدورات. حضور جماهيري كثيف في سهرة الختام في مهرجان صفاقس الدولي أسسها الفنان المغربي سعد المجرد لأول مرة في تونس. هما الحبيب يلالو قولوا لي واش جرالو
الفنان المغربي ملأ الركح غناء ورقصا منسجما مع تفاعل جمهور بدا انه كان ينتظر هذه السهرة بشغف. أنا جد سعيد بتواجدي أولا في تونس وجد سعيد بهذا الاستقبال الرائع اللي استقبلوني الصحافة والشعب التونسي والفانز. والمرة الأولى ما كتبش باش نغني والمرة الثانية الحمد لله أنا أكثر من فرحان أنا نغني في تونس. هي سهرة اختتام الدورة 17 من مهرجان صفاقس الدولي، يبدو أنها كانت مسك الختام بهذا الحضور الجماهيري. صارت الليلة ربما لأنه المطرب حتى طرحته في الندوة الصحفية الأخرين صحفي ما كانش يعرفوه معنا بشكل كبير، ما هو مطرب معروف خاصة عند الشباب، معروف خاصة من وسائط الاجتماعية، وأول مرة يجي في تونس والعرض الأولاني في تونس كان في صفاقس، دونك هذايا كل خدمنا عليه. الجزء الأول من السهرة ألهبت فيه نادية خالص حماس جمهور صفاقس بأغاني مغربية وتونسية والأغنية الترويجية للألعاب المتوسطية صفاقس 2021. أنا مسيرتي بدأت عندها عام، أنا طلوعي اليوم المهرجان صفاقس الدولي هو تتويج لعمل متاع عام، خاطر في عام عملت ألبوم عملت بزاف عليك بزاف وعملت عامل فيها الحمد لله لقيت نجاح كبير. السهرة كانت استثناء بجمهور ملأ المسرح لأول مرة منذ سنوات مما اقتضى استعدادات أمنية خاصة. يواصل مهرجان المنسير الدولي تقديم عروضه إلى يوم 20 من أوت الحالي بقصر الرباط، ومن بين العروض التي شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا عرض جعفر شاو للفنان المسرحي جعفر القاسمي الذي مزج بين التمثيل والتنشيط. احتضن قصر الرباط بالمنسير في إطار مهرجان المنسير الدولي عرض جعفر شو للفنان جعفر القاسمي، عرض لقي حضورا جماهيريا كبيرا واستحسان المنظمين. ماذا بينا ديما المسارح متاعنا بصفة عامة في تونس ممتلئة، وهذا معناه دليل ممكن لأن احنا نحسن الاختيار، نحسن خاصة اختيار ما يتناسب مع الجمهور خاصة في الصيف. مبروك الله صلي على النبي الشفاء اللي غاب يأثر مدي تلع 10 ألف وطفل مش ميتي. جعفر شو مزيج من التمثيل والتنشيط على خشبة المسرح في رؤية جديدة للفرجة. تحفونا يعطي الصحة عمل الجو. جو مش نورمال. عجبتني باية والله باية فتفرهدنا. الناس اللي جت اليوم اللي صفقت اليوم اللي تألمت اليوم اللي ضحكت اليوم عرض خلاني الليلة باش نقعد مع روحي ويلزمني نخدم أكثر باش نكون قد المسؤولية اللي أعطيها لي اليوم مهرجان المنستير. ردود أفعال متباينة ممن حضر العرض من الجمهور، فمنهم من لقي ظلته من المتعة والترفيه، ومنهم من لقي جعفر القاسمي في صورة أخرى لم يعهدها من قبل. مش ولي شو هي عندي أنا تنشيط ما أكثر منه. هاي لا تحفونا المسرحية مش أول مرة ديش نشوفه. أما توك نشوف أنا العرض هكا ونشوفه هز إيديكم وكل الإنسخال ومتاع أطفال معناتها فهمت ألعاب سحرية ولا بهلوانية ولا. عجبتني سحرية تهبل بي عجبتني. هذا تنشيط حاجة أخرى ممكن. المسرحية عمرها ما كانت مسرحية. حلوة المسرحية عجبتنا برشا يعطي الصحة. اللي جينا على خاطره صار فولا شوية ضحكنا تفرهدنا. معناها مش أن من جو هذا أنيماسيون تنشيط. احنا العرض اسمه جعفر شو. أنا ما جيتش قلت لك باش نبيع لك السومون فيمي. أنا قلت لك راهو اسمه جعفر شو. والشو يتطلب ضرورة التنشيط. شو. وهذا راهو بونيوس بالنسبة لي أنا مش بالساهل ممثل ينشط. أراه التنشيط في وسط العملية المسرحية حاجة يلزمها واحد وحيد قرن. جعفر القاسمي في مهرجان المنستير الدولي حضور منقطع النظير ونظرة متباينة للجمهور لعرض يحمل رؤية فرجوية جديدة.
في خبر آخر، جد الليلة الماضية على مستوى منطقة كسار رولاد دباب من ولاية تطاوين وبالتحديد في الطريق الرابطة بين تطاوين ورمادة، جد حادث تمثل في انقلاب سيارة سياحية خفيفة كان على متنها 5 أشخاص، توفي 2 منهم على عين المكان ونقل 3 آخرون إلى المستشفى الجهوي بتطاوين لتلقي العلاج. وحسب مصادر من الحماية المدنية فإن أسباب الحادث تمثلت أساسا في الإفراط في السرعة. السرعة هي الموت. السرعة هي الموت. شو تقول الناس؟ استرنا ربي. شو نقولوا؟ نقولوا ماذا بك سيس رواحكم كم ما شافناش ربي ما كان يخرج حتى حد من الكرام. هم الآن في المستشفى يتلقون العلاج والحالة وحالتهم مستقرة. ليش مصابين بكسور؟ مصابين بكسور وأضرار على المستوى الصدر والبطن. ونختم نشرتنا بتقديم صورة أخرى للمرأة التونسية التي اكتسحت جل الميادين ومنها الرياضية، فرياضة نسائية ما فتئت تتألق وترفع راية الوطن في شتى المحافل الدولية. كان هذا شعار رالي سيدات الذي أعطيت إشارة انطلاقه صباح اليوم من أمام مقر الاتحاد التونسي للمرأة من تونس العاصمة في اتجاه ولاية زغوان وتحديدا معبد المياه، وأرادت من خلاله جل المشاركات أن تبرز تألق المرأة التونسية في الرياضات الميكانيكية ولفت الانتباه إلى ما تسخر به تونس من منتوج إيكولوجي وسياحي على غرار معبد المياه بزغوان، وتقديم صورة للمرأة التي تقود وتحترم قواعد المرور وأنها تساهم في التوعية والتحسيس بضرورة تطبيق قانون الجولان. والآن نذكركم مشاهدين بعناوين نشرتنا. المرأة التونسية في عيدها الوطني جهد متواصل لتحقيق الذات وتدعيم المكاسب. نجاح طبي جديد يعيد لامرأة تونسية يدها المكورة. واختتام مهرجاني صفاقس وقفصة دوليين بعروض فنية ومسرحية ناجحة جماهيريا. نشكر متابعتكم وفي أمان الله.